اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج ملامح. ملمحنا النهارده بنفتخر بيه كلنا، بنتكلم عن الاراده، عن التحدي، عن النجاح، عن الطموح، عن الامل، عن الشباب، قوه الشباب اللي هو لو حب يعمل حاجه بيعملها. النهارده بنتكلم على شباب من الصعيد، شرفنا وشرف الصعيد كله بل شرف مصر كلها. النهارده بنتكلم على امل بكره، على النجاح اللي احنا شايفينه من خلال الفوز بحاجه مهمه جدا في الناحية التعليمية. لما انت تفوز تعليميا وكمان أدبيا ويشيدوا بيك في كل حتة، أكيد ده بيبقى مبتغى كل أسرة في جمهورية مصر العربية. عشان كده النهاردة أصرينا نكون موجودين معاكم أثناء تكريم شبابنا الأبطال اللي حصلوا على كأس العباقرة. تابعونا وكونوا معانا. مشاهدينا مرة تانية، النهاردة معانا ومعاكم في البداية زي ما قلت الأبطال الفائزين بالفوز الكبير اللي شرف مصر كلها، ان انت تتنافس مع كل المدارس على مستوى الجمهورية، تتنافس مع محافظات مختلفة، مع ثقافات مختلفة، وانت اللي تفوز، وانت اللي تثبت ان انا موجود ومش بالبعد او القرب، لا، قلب الصعيد بيطلع الشباب الرجالة اللي اجتهدوا وكان ليهم مجهود كبير، كان ثمرته ان هم يفوزوا بكأس بيتمناه اي حد، علشان نقول النهارده ان الكأس ده بيدل ان هم متميزين. هنتعرف عليهم في البدايه، هنعرف المشوار ده عملوه ازاي اجتازوا المهمه الكبيره دي. هخليهم هم اللي يعرفوا نفسهم علشان يعني اديهم حقهم بزياده واقول مين اللي تعب ومين اللي عمل ايه. الاول هبدا طبعا بصاحب الفضل واللي كان اكيد ليه مجهود كبير في ان هو يعد الشباب ده علشان يحصلوا على هذا الكأس الثمين، المشرف والاستاذ. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله. عبد الرحمن محمود، طالب في كليه طب جامعه اسيوط الفرقه السادسه، كنت طالب في مدرسه اسا ثانويه بنين. فيعني احنا اشتغلنا مع الشباب، كانوا هم طالبين مساعدتي بما ان عندي خبرات في المشاركه قبل كده. شاركت اصلا في البرنامج بالظبط مع الجامعه، فبعد كده هم طلبوا مساعدتي بما ان عندنا خبرات اكتر ولعبنا اكتر، فبدينا مع بعض واشتغلنا، عرفناهم بنمشي ازاي، بنشتغل ازاي، ايه المفروض نركز عليه، قسمنا الادوار مع بعض، والحمد لله مره بعد مره شاركوا مره واثنين وثلاثه، وفي المشاركه الثالثه الحمد لله قدروا ان هم يفوزوا بالكاس. يعني اولا انا متفاجئه مبدئيا كده ان حضرتك من خارج المدرسه او من اداره المدرسه وقمت بمساعدتهم، وده شيء جميل جدا يدل على التعاون، على ان انا مش قصه وزاره التربيه وتعليم بس، هي وزاره التعليم هي المسؤوله عن ان هي تعد الطالب، لا، لو في حد من جهه خارجيه لديه المقدره والتجربه مفيش مشكله، اهلا وسهلا، فده شيء جميل اول بحيونا. اكيد هم برضو يعني عمل مجهود كويس واستاهلوا. يعني ازاي قسمت يعني مثلا عشان نوصل للمستوى ده وان احنا نفوز بالكاس ده، اشتغلت معاهم على مده قد ايه وكان ازاي الشغل ده؟ هو من البدايه خالص من مواسم سابقه دايما احنا بنشتغل على نظام تصفيات جوه المدرسه، بنعلن بنقول ان احنا ناويين نشترك فعايزين نشتغل تصفيات، بنبدا تصفيات عدد اكبر من الطلاب لحد ما نختار الثمانيه اللي هو حسب النظام هناك ان هم لازم يكون العدد ثمانيه بالظبط. فبناء عليه بنبدا نختار ناس في مجالات متنوعه ما بين الحاجات بتاعت الفقرات الاولى اللي بعدها، الجغرافيا، التاريخ، الفنون، الحاجات العلميه، الحاجات الادبيه، بهذا النظام بنعمل تصفيات واضحه، بننشر نتائجها وبنختار الثمانيه اللي بيكونوا موجودين معانا. استعداد الولاد كان ايه؟ يعني دول الخلاصه، لكن استعداد الولاد عامه هل هم حابين فعلا المشاركه ولا لا لازم تمثل المدرسه كده يعني؟ يعني اكيد هو اللي بيشارك مره بيحب يشارك تاني، بيحب يزيد مستواه، المره خسروا بدري لا نحاول تاني لحد ما نوصل للكاس وحد ما نوصل للمركز الاول. فهم كانوا حابين الموضوع جدا، حتى فتره من فترات كان في احتماليه ان هم ما يشاركوش، لكن برضو الشباب فضلوا يكملوا شغل ويكملوا استعداد
سواء كان هنشارك مش هنشارك، بس احنا هنستعد عشان نكون مستعدين في اي لحظة. يعني اكيد حضرتك من الخبرة عرفت مثلا محمد متفوق في ايه، كرولوس في كذا، احمد في كذا، هل انت حضرتك كان عندك التوازن او ان انت تستشف ممكن ادي مثلا لمحمد يبقى في انهي اتجاه؟ بالظبط، دي الخبرات اللي احنا خدناها، وبنفس الوقت بنشوف حسب التصفيات، يعني بنديهم التصفيات في مجالات مختلفة، ففي حد جاب سكور عالي في مجال معين خلاص يبقى هيكمل فيه، هو كويس فيه برضه، يعني عبارة عن خلفياتهم السابقة، في حد مثلا بيتفرج كتير جدا على أفلام فأوكي ده هيبقى كويس جدا في نون، في حد بيلعب رياضة وبيتابع كورة كتير وبيتابع رياضات تانية فده تمام هيمشي في هذا المجال، وبهذا الشكل بنشوف التصفيات وبنشوف خبراتهم هم السابقة الحياتية. هل التفوق العلمي ليه دور في ان هم يكونوا موجودين ويفوزوا بالكاس ده ولا مش شرط؟ هو مش شرط، هو هي حاجه كويسه لما يكون عندك التفوق العلمي ده، بيدي يعني هنت كده ان اللاعب ده هيبقى مركز، الطالب ده قدراته الذهنيه عاليه قوي، لكن في نفس الوقت لا عادي، يعني في مش شرط، لانه في حاجات مثلا شبه الفنون او الرياضه ما تشترطش ان يكون عنده تفوق علمي حسب المجالات يعني. بس اكيد شجعهم اعتقد حتى اللي مستوى كان متوسط هيبقى طموح دلوقتي ان هو يبقى بالظبط، لانه شايف انه يقدر ينجح وشايف انه عنده قدرات كويسه فعلا، وانه مش حد قليل يعني، بالعكس هو حد رائع وممتاز وعنده القدره انه يزيد يعني. اخيرا اسال حضرتك، كان متوقع ان هم يفوزوا بالفاينل؟ هو الحقيقه لا، احنا ما كناش متوقعين، لكن احنا بنشتغل على النظام اللي عندنا، في كل مباراه بنقول خلونا نعتبر ان دي مباراتنا الاخيره واحنا جايين نستمتع وجايين نلعب لعبتنا، هنقول المعلومات اللي عندنا، الحمد لله توفقنا، ما كانش لينا نصيب خلاص، ما فيش اي مشاكل. نكمل مع ابطالنا عشان نعرف منهم ازاي بداوا الموضوع ده. اهلا بيك، تعرف عليك؟ اهلا بحضرتك. محمد عبد العظيم. محمد علي صوتنا اول حاجه. محمد عبد العظيم. الحمد لله بخير، الله يبارك في حضرتك. عايز اعرف كنت متخصص في ايه، او يعني كان مدير لك نوعيه الاسئله دي؟ انا كنت بلعب الفقره الاولى الجغرافيا والعلوم. وعلوم. في سنه كام اساسا؟ ثالثه. ربنا يعينك بقى، يعني اساسا احنا معطلينك كده يعني. بالظبط. طيب نقول جغرافيا، يبقى انت متمكن ومستواك العلمي حلو فيها؟ لا هو انا اصلا علمي علوم بس متوقعه تقول لي ادبي. لا علمي علوم. بس طب ايه، محب للجغرافيا ولا ايه؟ بحب الجغرافيا. اشتغلت على نفسك ازاي يا محمد؟ يعني كنت تدخل على الانترنت تحصل معلومات تعمل ايه؟ بالظبط، بندخل على الانترنت نشوف المعلومات زي ما المدرب بيقول لنا بيوجهنا بنعمل يعني، والحمد لله. قبلها بقد ايه بدات الموضوع؟ فهمني اعمل ايه واشتغل ازاي وكده، المعلومه المهمه اللي مش مهمه وكده يعني. كم شهر اخذت؟ حوالي 7 شهور. 7 شهور، مده طويله برضو. 7 شهور يا جماعه، ضغط رهيب دلوقتي، الشباب كله مع احترامي طبعا يعني موبايلات، واذا ما كانش مذاكره يعني، فان هو يفضل مركز في موضوع معلومات 7 شهور اعتقد صعب. هو صعب جدا ان انت تكون بتذاكر في حاجه معينه وانت متكون في اجازه، احنا اغلب مذاكرتنا كانت في اجازه، فانك تكون بتذاكر في اجازه والطلاب كلها بتفرع وانت تكون بتذاكر، دي حاجه صعبه بجد. عرفنا بيك الاول. خالد مجاهد، ثانيه ثانوي. هو في تخصص دلوقتي ولا لا؟ لسه علمي بس، مفيش علمي علوم علمي رياضه. تخصصت ايه بقى في المسابقه؟ انا كنت ماسك الفنون، بحكم ان انا بتفرج افلام كتير ومسلسلات كتير، فانا تخصصت فنون. انت بتجيب بقى؟ انا جبت، ما جبت واحده بس الموسم ده، الموسم اللي فات جبت 2 بس. اعتقد اسهل واحد انت. والباقي كله معاه مجالات كتير الا انا مجال واحد. يعني مركز في البيت مالكش حجه يعني، انت عايز تتكلم على افلام؟ بتفرج على افلام يعني، زي مثلا محمد كان بيذاكر جغرافيا وساعات ادب وساعات علوم، كان معاه حاجات بس الحاجات الرئيسيه كانت جغرافيا. انت محظوظ. محظوظ جدا ان انا بتاع فنون بس. الف مبروك، اهلا بيك، تعرف عليك؟ عاطف حامد، صف الثالث ثانوي، علم علوم. ايه بقى كنت متخصص ايه؟ كنت متخصص في الرياضه. رياضه.
رياضة كورة وكده ولا رياضة حسابات ذهنية؟ كورة وألعاب أخرى يعني وكده. يعني أنت أساسا محب للمجال الرياضي؟ هو أنا محب للمجال الرياضي وبرضه عبد الرحمن البدري ساعدني كتير فيه لأن هو أصلا كويس جدا في المجال ده، فهو ساعدني كتير إن أنا أوصل يعني المستوى الكويس فيه. كنت بتجاوب بقى بيرفكت ولا عشان كله بصراحة؟ هو يعني الحمد لله انا اللي جبت السؤال الاخير اللي حسم البطوله الحمد لله. الحمد لله. صاحب بدا عملت فيه ايه؟ عملوا لك ايه طيب؟ لا كان يعني السؤال جه في العجله جت جوكر، واحنا الجوكر بتاعنا بناخده في العجله رياضه عشان انا ومحمود عبد الوف كويسين فيها، يعني عبد الرحمن البدري مدربنا كويس فاخدنا رياضه، وكان الاجابه عندنا انا ومحمود اتفقنا ودوست انا وجاوبت السؤال. سوبر ستار بتاعنا يا جماعه النهارده، اهلا بيك. تعرف عليك؟ احمد عبد الوهاب، ثالثه ثانوي، شعبه علم علوم. شعبه علم علوم احمد، كنت متخصص في ايه؟ كنت متخصص في التاريخ وقدرات ذهنيه. انت علم علوم؟ علم علوم. طب انا يا جماعه مبدئيا كده متفاجئه من ان كل واحد واخد تخصص غير دراسته. هو الفكره ان انا بحب التاريخ جدا، بحب اطلع فيه كتير واقرا فيه كتير يعني. عارف ده والله نفسي اللي يبقى عند الناس كلها، ان احنا نحب حاجه وندرس حاجه تانية، مش شرط ان انا اذاكر لا. بالظبط، هي الدراسه ملهاش علاقه جدا ملهاش علاقه اصلا بالثقافه وان انا اكتسب معلومات في حاجه انا بحبها. كنت بتجاوب بقى؟ هو الفكره ان انا السيزون 13 ده انا ما حضرتوش من اوله، انا حضرت بس في الفاينل بسبب ظروف حصلت معايا ما قدرتش اشارك من اول السيزون. لكن انا شاركت قبل كده في سيزون 11 وسيزون 12 كمان. اهلا بيك. تعرف عليك؟ حمزه عبد السلام محمد. ثانيه سنه. اهلا حمزه، ازاي؟ الحمد لله. تتخصص في علوم، مجال علوم. وانت في سنه كام؟ انا في ثانيه ثانوي قسم علمي. بس علمي. ذاكرت قد ايه؟ قعدت هناك في القاهره احنا بنعاني شويه ان احنا كنا نقعد وكده، لان طبعا ظروف ماديه وكده، ان كل ما تطولي هناك كل ما هتصرفي اكتر يعني، فكان عبء على اولياء الامور. ده نشكرهم طبعا يعني، لازم نكون نشكرهم على مجهودهم الكبير اللي كان معانا. خدنا اخر فتره من دور الثمانيه اللي هو ربع النهائي لحد النهائي، خدنا حوالي 10 ايام متواصلين في القاهره. لكن غير كده كان ممكن تروح وتيجي وتغير؟ كان في فاصل وقت بين الحلقه والثانيه يعني، مثلا فاصل اسبوعين او كده. شكرا ليك، اهلا بيك. نبص للكاميرا كده، انت عارف عليك. محمود ناصر سيد، ثانيه ثانوي، علمي. محمود كنت متخصص في ايه؟ في الجغرافيا وفي العلوم. كنت خسرت مثلا في مره؟ نعيش الاجواء بقى، سؤال مثلا. يعني اللي هي الاجواء طبيعيه، ما ده برنامج. بتحس بايه؟ لا انا عايزه انقل شعور الناس. هو في البدايه كل واحد برضو بيبقى قلقان في البدايه يعني عشان اول مشاركه، لكن بعد 16 8 32 الواحد خد على الاجواء وكل حاجه يعني. شعور الكاس بقى؟ لا، شعور كاس ده كان شعور رهيب. رهيب خالص الدنيا. والحمد لله وربنا ستر وخدنا الكاس الحمد لله. الف الف مبروك. الله يبارك. برضو معانا اخر نجمين هنا موجودين، تعرف عليك؟ احمد شعبان، في ثالثه ثانوي، علم علوم. علم علوم. شكلك ما شاء الله عليك. حريت ولا ايه؟ يعني نص نص. نضاره بقى و... نص نص. نقول ايه كان دورك برضو في البرنامج؟ دوري انا كنت بذاكر في الاول ادب، كنت داخل ادب، ف في نقطة معينة كده حصل معانا نقص في التاريخ، فخدت شوية في التاريخ يعني. ايه؟ طب دي ملهاش علاقة، انا دلوقتي امنت ان كل ده ملوش علاقة بالدراسة، يعني كل اللي انا قابلتهم علم علوم وتاريخ وعلم علوم وجغرافيا وهكذا. بالظبط كده يعني، بس برضه بيدخل معانا برضه شوية في الجيولوجيا. ايه رأيك في التجربة من ناحية التعاون، شباب مع بعض، انتوا بتسافروا زي الاخوات يعني، مرتبطين ببعض، فاهمني؟ هو كل حاجة ليك في لما انت سافرت. بالظبط، احنا لما كنا بنروح هناك كنا بنقعد مثلا بالاسبوعين مع بعض في نفس الشقة، مع فبنتعاون مع بعض، بنتساعد مع بعض. بالظبط، فبنبقى اصحاب يعني.
نتعرف عليك؟ محمود عبد الرؤوف، محمود عبد الرؤوف السيد، الصف الثالث الثانوي، علم علوم. علم علوم. وكنت تخصصك ايه او اجتهدت في انهي جانب؟ لا هو تقريبا كنت ماسك اغلب الحاجات يعني في المجالات، فكنت ماسك الفقره الاولى كلها طبعا، كنت بساعد معهم يعني. الفقره الثانيه كان ما كانش الفنون كتير يعني، بس يعني تمام ماشي يعني. طلعت بالتجربه دي بايه يعني؟ لو تديني بوينتات كده للي حابب بعد كده يشارك في البرامج الشهيره ويفوز بكاس مهم في التعليم. طب هقول حاجه واحده بس، ان اي حد دخل برنامج العباقره تعال شوفيه قبل البرنامج وشوفيه بعد البرنامج. اي حد بعد البرنامج شباب يفرح وزي الورد. لا مش احنا بس، اي حد شارك من جميع محافظات مصر والله والله العظيم. الخبرات، تنقل الخبرات، الاحتكاك بناس تانية ومجتمع تاني، الخروج بره الدايرة بتاعتك، انك كمان تسافر من غير اهلك ده كمان ومعاك اصحابك، دي برضو تجربة حلوة يعني. ايه مع الكلية يعني؟ بالظبط يعني، انت لسه صغير يعني فما خدتش التجربة دي. الف الف مبروك، الف مبروك. اخيرا معانا، دور الاشراف بيبقى مهم جدا يا جماعة، لا يقل اهمية عن دور المدرب الرئيسي اللي كان بيعاونهم في موضوع المذاكرة او المعلومات. لا انت هنا، المستر هنا بدل الاهل، المسؤول عن صحبتهم، عن تهيئتهم نفسيا وتربويا وتهدئتهم، وانه يخلي باله منهم يعني يروحوا في امانته ويرجعوا في امانته. فالف الف مبروك. الله يبارك فيكي، ميرسي خالص، شكرا لتعبكم معانا يعني، ميرسي خالص. كل خير. وحضرتك زي ما قلت في كلامي، حضرتك كنت بديل عن ولي الامر. صحيح، انا يعني عاوز اشكر الولاد اول حاجه بالدرجه الاولى، لان هم نتحملوا عبء جامد. كمان المجموعه اللي كانت معايا مجموعه على اخلاق عاليه جدا، في التواضع، في الادب، في الاخلاق، في محبتهم لبعض يعني. هم عندهم ترابط لبعض بشكل كبير جدا، لدرجه انهم بيفضلوا بعض في البرامج يعني. ده عاوز ينزل، لا في مجموعه احتياط، طب نعمل قرعه عشان ده يطلع الاول وانا بعدين يعني. من محبتهم كانوا بيقدموا، انتزع جانب الانانيه، مفيش كان لا 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 اطلاقا اطلاقا. كمان انا كنت بعد كل ماتش بعمل لهم رسائل تشجيع وشكر، وبشوف المشاكل البسيطة في الماليات لو محتاجين دعم بسيط، لأن هم تحملوا جزء أكبر في الجانب المادي يعني، جزء كله يعني، جزء كله في المادي. وما اكذبش عليك، ده احنا دعمنا بمكافآت بسيطة جدا في الدور قبل بالإمكانيات يعني. وبعدين لما جينا شفنا كل تكريم بقى وحفاوة يعني، كل تعب راح وكل مجهود راح وكل تكلفة مادية مش مشكلة. طبعا طبعا طبعا، اي اب وام بيبقى منى عينهم ان هم يشوفوا ابنهم في، شوف دلوقتي النهارده التلفزيون بيصور، الاعلام، كل المواقع جابتهم تكريم من كل الجهات، في حد ذاته ده يعني دي حاجة جميلة جدا ان هم كان معنا حقهم انهم ياخدوا التكريم ده. كمان الولاد كانوا بيسلموا على الفريق المهزوم، ده كان بيعجبني فيهم يعني. الفريق اللي ما يوفقش في الماتش كانوا يروحوا يسلموا عليه وانا كنت معهم برضه، ويطيبوا خاطرهم وكده يعني، وكانت الروح جميله. ما قلناش، انا اسفه، اسمع، لا ناصر، ناصر، ناصر مخيل حبيبي، كل الشكر والتقدير لحضرتك ولمجهودك. انا اللي فخور بالولاد جدا جدا يعني، وليا الشرف ان انا اخدت المهمه من الاول للاخر من التست. وعاوز اقول لك كمان، هم في التست حصلوا على اعلى نقاط في المدارس اللي عمل التست يعني. كم المدارس اللي شاركت، اللي انا اسفه يعني، ناشونال والانترناشونال يعني، قدموا بالظبط مدارس خاصه ومدارس لغات وكده. واللي بياخدوه طبعا مع احترامي، المجتهد مجتهد بنفسه، في امكانيات بس بتختلف، فاحنا بنقول رغم الامكانيات. صحيح، رغم ان احنا مدرسه حكوميه عاديه لكن تفوقنا على مدارس خاصه ولغات، وده عاوز اقول لحضرتك انهم خدوا اعلى نقاط يعني. هم يعني قدموا مثلا 200 مدرسه او 300 مدرسه، هم كانوا اعلى سكور اللي هو يأهلنا للتصوير بقى اصلا. اصلا يعني احنا قبل ما نصور بيبقى في زي اختبارات. الاختبارات دي احنا حصلنا فيها على اعلى نقاط، اعلى نقاط، وخدنا البطوله كمان. سبحان الله، كله باجتهاد وكله مترتب، حاجه من فراغ. كمان روح ولا صدفه، كمان روح المدرسه جميله، مدرستي كلها بيحبوا بعض، ايد واحده. اشكر جدا مدير المدرسه الاستاذ احمد السراف اللي اختارني للمهمه دي، رشحني ليها يعني.
بنشكر استاذ ناصر الاول، شكرا ليك يا فندم، وبنشكر مدرسه اسنا الثانويه بنين اللي هي خلتنا موجودين هنا النهارده، خلتنا موجودين في مدينه اسنا علشان نحتفي ونحتفل بيهم بشكل يعني يليق بيهم، ونقوم بتقديمهم بشكل هم يستحقوه بصراحه ويستاهلوه، ان يتميزوا ان هم يكونوا رمز للتعليم، رمز للتفوق للنجاح. دي حاجه احنا بندور عليها وبنسعى اليها، ويا رب دايما يوفقنا من خلال شاشتنا ومن خلال التلفزيون المصري ان احنا نقدم هذه النماذج الرائعه. نشوفكم دايما في حلقات جديده ومتميزه من برنامجكم ملامح.